إن كان يقصد حتى تستقر أمورنا وتفهميني وأفهمك وأقبلك وتقبلينني مقبول هذا الكلام، أما إذا كان يقول حتى أثق بك يعني يشك في أمانتها ودينها وعرضها وكذا، هذا مصيبة، هذا لا تجلسين معه. أنا لا أدعو إلى الطلاق والفراق، لكن لا يجوز لرجل أن يقول لزوجتي حتى أثق بك. فقضية أنه يقول لها لا أريد أولاد مو هو اللي حد. طيب أنت بعدين تبي، هي قالت لك أنا ما أبي أولاد، أنا أبي أثق فيك. يلا أنت كم تبي حتى تثق بي؟ سنة؟ أنا أحتاج سنتين حتى أثق بك. هكذا الحياة؟ هذه حياة زوجية؟ هذه ما يصلح هكذا. الأولاد كما أنهم حق له فإنهم كذلك حق للزوجة، هو حق للزوجين. هذا أول الزواج كذي حتى أثق بك؟ والله صعب جدا. الحين قاعد الشباب اللي مو متزوجين الحين ما هم متزوجين، خلص بطلوا، بطلت عدل.